صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم التمايل القليل عند قراءة القرآن أو عند استماعه؟ يقول: ما حكم التمايل القليل عند قراءة القرآن أو عند استماعه؟ التمايل الذي يقصد هذا من فعل أهل الكتاب عندما يقرؤون التوراة، ونحن منهيون عن التشبه به. التمايل لا يجوز، لأن فيه تشبها بأهل الكتاب عندما يقرؤون كتابهم. أما إذا كان التمايل غير مقصود هذا لا حرج فيه. نعم.